الأصدقاء زاوية المحبة والفرح والهنا فيها شجرات كبيرة مورقة شخصيات جميلة تكونها يعيشون في زاوية الأصدقاء سعداء. الشمس سأخذ دمى في نزهة إلى الخارج. الدمى. أيمكنك أن تكون حذراً؟ أنا آسف، هل لا أعرفني عربتك؟ لا، إنها عربتي أنا. حسناً، ادفعيني. حسناً، لكن أمسك بالدمى. أنا وجدت دمية بهذا الحجم. دميتي سنرى إن كنت طفلا. عربتي، أهد إلي عربتي بسرعة. هذه العربة. لا، هذا أولا. أسرع أسرع. تامر، لا يحق لك أن تأخذ عربتي. انتبهي، نحن أطفال. أصبحت مبللة كليا. أسرع. هاي تامر، من المفترض أن تنتظر لكي يحين دورك. توقفوا، ستكسرونها. قلت توقفوا، إنها عربتي وليست عربتكم. لقد أخذوا عربتا سها. أعتقد أنهم سيسببون المشاكل. لكن ما خطبهم؟ لن يتوقفوا أبدا. ساعديني نوها قبل أن يكسروا عربتي أرجوك. احذر. توقف توقف. قلت لك. انظري إليهم، لقد حطموا عربتي. أنت بخير؟ نعم بخير. لم تكسر شيئا؟ بلى دولابا. أكرهكم كثيرا لأنكم كسرتم عربتي. آسفون، لم نقصد أن نفعل هذا. لن يفيد الاعتذار الآن. حتما أيها الصبيان، خذوا العربة إلى الطاولة. ماذا نفعل الآن؟ تامر، أريد منك أن تحضر لوحة تزلج خاصتك، وأنت سامر أحضر علبة المعدات وحبلا كبيرا. ماذا أفعل يا نهى؟ أنت يمكنك أن تحضر بعض العصير لسها، فهي تستحقه. هذا مريع، من المستحيل إصلاح عربتي. ثقي سها، كان لديك عربة، لكنك ستحصلين على مركبة. وليست مركبة للأطفال. تفضلي تفضلي. إننا آسفون حقا يا سها. شكرا. هذه عربتك الجديدة. لكن من سيكون الحزام؟ أنا أريد ذلك. أنا أريد ذلك. أنا أريد ذلك. أنتم الثلاثة. أنا أولا. استمتعي بالنزهة. لقد نسيت الأجراس.
عليك نهى، كانت هذه فكرة رائعة، لقد قمت بعمل ممتاز، جربيها ستحبينها كثيرا. حسنا سأحاول. إنه جميل جدا. هاي لماذا نصنع أشخاصا؟ هذان الذراعان والقدمان، ها هذا تامر، أكثر الفرسان رهبة. يعجبني هذا، إنه جميل جدا. ما رأيك بالجندي الذي صنعته؟ إنه رائع. إلى الأمام سير. هيا أيها الحراس، انزلوا الجسر المتحرك، أنا فارس الزاوية الدافئة. لا. ماذا؟ لكنني فارس نبيل، دعني أدخل. هيا. لا. انزل الجسر المتحرك مدهش. لا، هذا قصري وسوف تدمره. ما هو شأنه يا دامر؟ لقد خطرت لي فكرة، صنفنا جيشا كبيرا من الجنود، وبهذه الطريقة سيرغب باللعب معنا لعبة الجنود في القصر. فكرة رائعة، سأذهب لأحضر باقي الأغراض. هل تريدين أن تلعبي بقصر يا نهى؟ ظننتك لم تشأ ذلك. ألا تريدين أن يمر فارسك عبر الجسر؟ حسنا، سأحضر معي فارس تامر والجندية أيضا. ادخل أيها الفارس النبيل. هاي فارسي، أين فارسي؟ مدهش، أعد إلي يا فارسي. لا. ماها، أتلعبين معي أو مع مدهش؟ دعنا لا نتجادل حيال الأمر. توقف، ستدمر قصري. أعد إلي يا فارسي. لا يعجبني هذا، ودع قصرك لأنني سوف أدمره. تامر توقف. القصر أمسكته. أحسنت يا مها. هيا يا مدهش، سنهدم الفارس. لقد نفدت ذخيرته. تامر فارس الزاوية الدافئة يقول انتظر، لن ترى شيئا بعد. لا، ماذا سيحاول أن يفعل بعد؟ لا تقلق، نحن اثنان مقابل واحد. نجح. لا، ليس الماء، توقف الآن. هيا يا تامر، أرجوك توقف، توقف. قصري، قصري، لا يمكنني أن أصدق هذا، قصري الجميل. إن مدهش يبكي كالطفل. قصري. لم أكن أعلم أنه بإمكانك أن تكون خبيثا. لكن لم أقصد أن أكون خبيثا. أنا آسف مدهش، لقد فعلت هذا لأنك لم تدعني ألعب معك، لقد دعوت معها ولم تدعني. أنت محق، كان علي أن أدعوك أيضا. لقد شعرت بالغيرة عندما أخذت فارسي. هذا خطأ الجميع، والآن لم يبقى شيء، لقد اختفى كل شيء. هاي، لقد خطرت لي فكرة. إننا نبدو جميلين. إنه يعوم. هذا أنا تامر.
الآن فلنسرع ونترك البلد الذي دمره الفرسان. وترك المسافرون الشجعان البلد بحثا عن أرض نائية جديدة. أعتقد أنني سأضع هذا الكيس هنا. وحده سامي ينام هكذا. هذا أنت يا سهى؟ نعم هذا صحيح، وأود أن أدعوك إلى الغداء. حسنا لا مشكلة، متى؟ ما أن تصبح جاهزا أسرع، وأنا سأحضر كل شيء. هذا سهل، هيا بنعومة المبوط الأكبر. رائع، قط أصل. انتبه، والآن لن أتمكن من إنزال هذه وحدي، أريد مساعدة. هاي سامي، ماذا؟ هل يمكنك أن تصعد إلى هنا وتساعدني؟ أنا آسف، علي أن أذهب إلى منزل سوء. إنها خدمة صغيرة ولن تستغرق وقتا طويلا. حسنا سأصعد حالا، من الأفضل أن يكون الأمر سريعا لأن سوها لن تسعد إن تأخرت. أراودني شعور غريب حيال هذا الموضوع. ينقص شيء ما، لقد نسيت العصير. إن تمكننا من إنزالها إلى هناك سيصبح لدينا فسحة للعب. هذه خدمة صغيرة، إن وزنها ثقيل. ماذا نفعل الآن؟ أولا تراجع إلى الخلف وأنا أنزل الترامبولين وأنت تلتقطها، موافق؟ حسنا. ما الذي أخره يا ترى؟ لا أفهم، كان لابد أن يصل منذ وقت طويل. حسنا يمكنك أن تجربها أولا يا سامي. حسنا أنا آسف. إنه يتأخر، لكن هذه المرة تأخر كثيرا، فلنرى ماذا يجري. لا أصدق هذا، لم يتأخر فحسب، لأنه يلعب مع تامر. يا له من وقت. سامي، هل نسيت أمرا؟ لا يا سهى، أنا لم أنسى، أنا جائع. أحضر الوجبة الخفيفة إلى هنا، فهذه اللعبة تفتح الشهية. أجل أنت محق، قد تفتح الشهية لكنها خطيرة جدا، إن وقعت قد تؤذي نفسك كثيرا. هيا لا تخافي، لما لا تجربينها، إنها مسلية جدا. لن تصدقاني إلا عندما تسقط. ما الخطب سهى؟ تبدين غاضبة. لا تقولي لي إنك ستقفزين كحبوب الفاصوليا، إنها لعبة خطيرة، لقد حذرتك. هل يمكنني أن ألعب؟ حان دوري. أن هذا سيحصل. أنا بخير، أظن أنني محظوظة. لا يمكنني أن أقول الأمر نفسه. إنه بحالة مريعة، يوجد الكثير من النفايات. أنا مقرف. لم يتأذى أحد. أعتقد أنها ليست خطيرة جدا بقدر ما ظننت. سأجربها. هذا رائع، إنها جميلة. ماذا تفعلين يا سهى؟ أفعل مثلكم، أنا أقفز. أحسنت يا سامي، أنت سريع جداً.
شكرا لك سامي، أنت شجاع جدا، لولاك لأصبحت مثل كيس القمامة. ألم تشعركم هذه المغامرة بالجوع؟ حان وقت تناول الطعام، انتظروا سأعود على الفور. علينا أن نهنئ سهى على فكرتها الرائعة بتقديم وجبة خفيفة لذيذة لنا، ستساعدنا على استعادة نشاطنا بعد المغامرة. هيا 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 يا صغاري، هنا نستمتع ونشاهد زاوية الأصدقاء، زاوية المحبة والفرح والهنا. فيها شجرات كبيرة مورقة، شخصيات جميلة تذكرها، يعيشون في زاوية الأصدقاء سعداء.